أعلن وزير الإسكان سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر تدشين تطبيق هاتفي جديد يقدم الخدمات الإلكترونية للمواطنين على مدار الساعة بهدف تسهيل عملية التواصل بين الطرفين. وأوضح الحمر إلى أنه تم تصميم التطبيق بما يلائم جميع متطلبات واحتياجات المواطنين وبشكل يضمن سهولة التصفح والاستفادة الفعلية من الخدمات، مضيفا أن التطبيق خضع لفترة تجريبية للتأكد من فاعليته وصمم بجهود من كوادر بحرينية، ويمكن التحكم به وتحديثه عبر تقنية العمل عن بعد. هذا وأشار وزير الإسكان إلى أن هذه الخطوة تواكب توجه الوزارة لتطوير خدماتها التواصلية مع المواطنين وتسهيل وصول الملاحظات والمقترحات إلى المعنيين في الإدارات المختلفة، وذلك في إطار استكمال خطة تحويل جميع خدمات الوزارة إلى خدمات إلكترونية بما يضمن سرعة الإنجاز بالجودة المطلوبة.